لسه مكملين في انجلترا، بس هنروح للبريمير ليج اللي فاز فيه توتنهام الديربي اللندني على حساب ويست هام 3-1 في اللقاء اللي جمع ما بينهم لحساب الجوله ال 30 من الدوري الانجليزي. توتنهام افتتح التسجيل بدري في الدقيقه 9 بهدف ذاتي بعد ما سجل زوما عدو القطط الاول في العالم. هدف ذاتي بان ران الصديقه في مرمى فريق ويست هام، بعد كده سجل هيونغ من سون الهدفين الثاني والثالث لتوتنهام، اما هدف ويست هام فسجله سعيد بن رحمه. توتنهام بالانتصار ده بيرفع او بيصعد للمركز الخامس ب 51 نقطه، والصراع بيشتعل على المركز الرابع المؤهل لدوري ابطال اوروبا الموسم اللي جاي مع ارسنال. الفرق ما بينهم بقى 3 نقط بس، لكن برضو لازم نقول ان للمدفعجيه مباراه مؤجله.